على كل مزيد من المتابعة مشاهدين انضموا إلينا هاتفيا أستاذ خليفة أدهم رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي. رحب بك أستاذ خليفة معنا. اهلا وسهلا بخيركم كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. بعد التحيه يعني قبل الحديث عن هذه الانفاق التي تم افتتاحها اليوم من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لو تحدثنا عن اهتمام الدوله بهذه المشاريع القوميه الضخمه يعني، وكيف سيكون لها اثر في تعزيز الاقتصاد المصري وكما سيعود بالنفع على الاجيال القادمه. هذه المشروعات تمثل بنية أساسية لجذب الاستثمارات، للحقيقة يعني شبكة الطرق اللي تم إقامتها، البنية التحتية بشكل عام سواء الكباري والأنفاق، وهذه المشروعات الضخمة الحقيقة هي تؤسس لاقتصاد قوي، اقتصاد يحقق الحقيقة طفرة وجذب الاستثمارات، لأن أحد المقومات الأساسية لجذب الاستثمارات هو وجود بنية تحتية حديثة تتمتع بالكفاءة، شبكة طرق تتمتع بمواصفات عالمية. ده اللي بحقيقة بيساهم في حاجتين مهمين جدا في التوسع العمراني اللي مصر وفقا للمخطط القومي اللي مصر بتستهدفه، مضاعفة المساحة المأهولة سكانيا من 6% إلى 14% أو 12% خلال الفترة المقبلة. هذه الشبكة زي ما حضرتك قلت في التأمير عن حق انها بتضاعف من قيمه الاراضي اللي هي بتمر بيها. كل الدول اللي حققت تقدم على الصعيد الاقتصادي وطفره اقتصاديه وصناعيه كانت معتمده بالاساس، ركيزه اساسيه عندها هي البنيه التحتيه الحديثه وخاصه شبكه الطرق. لما نتكلم على الانفاق الحقيقه هي قيمتها بتتضاعف استراتيجيا واقتصاديا وعمرانيا، حيث تربط لأول مرة سيناء العزيزة على باقي الوادي والدلتا ومدن القناة، بتعزز من المشروعات التنموية في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة ومحور القناة. كل هذا الأمر الحقيقة بيخلينا نرجع إلى التقرير اللي تم تقرير المؤسسات الدولية اللي هي توقعت أن يشهد الاقتصاد المصري على مدى خلال الفترة المقبلة وتيرة سريعة وطفرة كبيرة وطفرة تنموية كبيرة، وفقا لتقارير كثيرة جدا منها أكبر مؤسستين اقتصاديتين بنك الدولي وصندوق النادي الدولي ومؤسسات أخرى بلومبرج وغيرها، توقعت أن يستمر معدلات النمو المرتفعة في الاقتصاد المصري بفضل هذه البنية التحتية اللي هي ساهمت في الأساس ليس فقط في تهيئة مناخ الاستثمار ولكن أيضا في خفض معدلات البطالة. نعم أستاذ خليفة، يعني بالحديث عن هذه الأنفاق ويعني الاستثمار في هذه المحافظة وهذه المنطقة بالتحديد، يعني أنفاق بورسعيد وأنفاق الثالث من يوليو يعني هو مشروع قومي يربط جنوب بورسعيد بشرقها وسيناء، من وجهة نظرك لأي مدى تسهم هذه الأنفاق في تسهيل حركة التجارة والنقل وأيضا يعني جذب العديد من الاستثمارات في هذه المحافظة، محافظة شمال وجنوب سيناء؟ بكل تأكيد هيكون لها انعكاس كبير جدا، لأن حضرتك بتخفض تكلفة، أولا بتساعد في سرعة النقل بشكل كبير زي ما شفنا قد إيه هذه السرعة في العبور من شرق إلى غرب القناة، في ربط المنطقة الصناعية والمشروع التنموي القومي في سيناء، وبالتالي بتساعد بشكل كبير جدا في تدفق الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في سيناء، في نقل السلع والبضائع سواء الى خدمات لوجستيه اساسيه سواء الى المواني او الى الاسواق السوق المحلي من خلال هذه الانفاق، لان كان في مشكله كبيره جدا كانت بتواجه الانتقال من الى سيناء من والى شرق تفريعه. نعم بيستغرق وقت طويل جدا الان، وخاصه هذه الشبكه والانفاق ترتبط كليا، يعني في ارتباط كلي بهذه المشروعات. لما نشوف النهارده محور 30 يونيو الطريق اللي تم افتتاحه 95 كيلومتر وعرض 8 امتار، ده وفقا للمواصفات العالميه طريق حر، ده بيأهل قد ايه بيخدم على الانفاق اللي تم افتتاحها النهارده، نفقي بورسعيد كمان بيزيد ويضاعف من قيمه المشروعات التنمويه اللي بيجري تنفيذها في شرق بورسعيد وميناء شرق بورسعيد اللي هو الحقيقه ضعفت قدرته الاستيعابيه للملاحه العالميه وحركه الحاويات من والى ميناء شرق التفريعه. نعم بالظبط، وكمان مشروع الاقتصاد الواعد في شرق التفريعه شرق بورسعيد
كل هذه المشروعات الحقيقة مرتبطة ارتباط كلي ببعضها، وبتزيد من أهميتها في هذا الإطار، أهميتها الاقتصادية، وبتعزز من القدرة التنافسية للسوق المصري والمشروعات الاستثمارية سواء في محور القناة أو في شرق بورسعيد ومدن يعني أستاذ خليفة في هذه النقطة، هل يمكن أن نعتبر هذه الأنفاق يعني جزء لا يتجزأ من مشروع محور قناة السويس يعني اللي هيتم تنفيذه في الأيام المقبلة؟ بكل تأكيد، لأن هذه المشروعات أساسية وتزيد وتضاعف من قدرة التنافسية لهذا المشروع الواعد، اللي هو وفقا لكل الدراسات الاقتصادية إن هو هيكون بيضع المنطقة الاقتصادية الخاصة في محور القناة واحدة من أهم المناطق الاقتصادية عالميا في جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من قبل الدولة في إزالة كافة العقبات، في ظل الجولات الخارجية للسيد الرئيس في المحافل الدولية واهتمامه بشكل كبير جدا وتركيزه على الترويج للسوق المصري كسوق جاذب للاستثمار. الإرادة عندما يستمع أي مستثمر أو ممثل الشركات العالمية للسيد الرئيس يدرك تماما أن الإرادة السياسية متوفرة، الإرادة السياسية عندما تكون متوفرة بالإضافة إلى هذه المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية التحتية ومن شبكات الطرق والأنفاق، ده بيزيد من القدرة التنافسية وفي جذب الاستثمارات العالمية وخاصة في ظل الاستقرار. أستاذ خليفة، أنت تتحدث عن الترويج لهذه المشروعات القومية، برأيك في هذه النقطة دور القطاع الخاص في يعني في دفع وترويج لهذه المشروعات، وأيضا يعني دور المؤسسات والمواطنين في الخارج لترويج لمثل هذه الاستثمارات وهذه المشاريع القومية لجذب العديد من الاستثمارات في الفترة المقبلة؟ بكل تأكيد القطاع الخاص هو المستفيد الأكبر، لأن السيد الرئيس قبل كده وكان أكد ودعا كل الفعاليات المصرية سواء القطاع الخاص أو البنوك الجهاز المصرفي أو كل المؤسسات الحكومية بتسهيل إجراءات الإجراء والمناخ الملائم لجذب الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الخاصة والقطاع الخاص على ضخ الاستثمارات والتوسع فيها. والسيد الرئيس كمان خد خطوة مهمة جدا في أن هو توسيع قاعدة الملكية في المشروعات الاستراتيجية اللي هي نفذتها القوات المسلحة بطرحها في البورصة. ده بيعكس قد إيه مش بس كلام ولكن خطوات وإجراءات تنفيذية في مساعدة ودعم القطاع الخاص لضخ الاستثمارات وإزالة كافة المعوقات أمامه. وبالتالي القطاع الخاص هنا سواء المحلي أو الأجنبي عندما يعني يرى هذه المشروعات التنموية والبنية التحتية بهذا الحجم من الاستثمارات الضخمة اللي بيتم افتتاحها يعني بالتتابع خلال على مدى السنوات الماضية، وبيدرك تماما أن السوق المصري بما يتمتع به من مزايا تنافسية سواء الموقع الفريد أو حجم السوق المصري أو الاتفاقات التفضيلية اللي تربط السوق المصري بالتكتلات الاقتصادية في أفريقيا أو الاتحاد الأوروبي أو بالمنطقة العربية السوق العربية، فبالتالي عنده فرص واعدة تزيد من القدرة التنافسية للسوق المصري على جذب الاستثمارات. بالحديث عن افريقيا ايضا يعني اعتقد ان هذه الانفاق يعني ستسهم في دخول يعني اتفاقية التجارة الحرة حيز تنفيذ يعني بصفة ان مصر رئيس الاتحاد الافريقي. بالتأكيد، يعني احنا منذ اسابيع قليلة تم افتتاح احد الطرق المهمة جدا، جسور اللي هو الخط الملاحي البري اللي هيربط مصر بعدد من الدول الافريقيه في اطار الاهتمام المتزايد والتركيز من قبل القياده السياسيه السيد الرئيس بالسوق الافريقيه وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول القاره، خاصه ان السيد الرئيس الحقيقه في خلال هذا العام ورئاسته للاتحاد الافريقي تم اتخاذ عدد من الخطوات المهمه والاجراءات المهمه في هذا السبب، منها زي ما حضرتك تفضلتي الاعلان وعن الاتفاقيه التجاره البينيه الافريقيه القاريه اللي تم الاعلان عنها ودخلت حيز التنفيذ منذ شهور في العاصمه مالي، واعلن عنها السيد الرئيس بحضور عدد من الزعماء الافريقيين وتم قرعه من قبل 52 دوله افريقيه حتى الان. اعتقد ان هذه الطرق والبنيه التحتيه والانفاق اللي تربط القاره الافريقيه بآسيا بالقارة الآسيوية كلها تضع مصر تزيد من قدرة مصر كبوابة للاستثمارات في القارة الأفريقية، وأيضا تعكس قد إيه إن مصر الحقيقة ممكن أن تكون مدخل للقارة الأفريقية في ظل الاهتمام والاستراتيجية التي تتبناها مصر ونظرة العالم يعني كل هذه السواعد والخبرات المصرية والعقول المصرية. نعم، وضحت الصورة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ خليفة أدهم، نائب رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك.